مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من سلسله ابسطها لك في دقيقه هندسي. اليوم بدي احكي لك ليش ما بنصحك اذا كنت فريش جراجويت او جديد في الشغل انك انت تروح تشتغل في شركه من الشركات الكبيره اللي تيمها كبير، مشاريع كبيره والى اخره، او شركه متوسطه. وحبيت اني في الفيديو اللي قبل ان انا انصحك انك انت تشتغل بمكتب من المكاتب الصغيره اللي مشاريعها صغيره اللي بتجلب مشاريع بشكل كبير. يلا نشوف شو السبب. مرحبا، يعطيكم العافيه، معكم جاسر مصطفى مهندس معماري. اليوم بدي احكي لك ليش انت ما بحب انك انت تشتغل بشركه كبيره اول ما تتخرج من الجامعه. طيب، اهم شيء او اهم سبب بالنسبه للمهندس وخصوصا المهندس المعماري اللي هو موضوع التصميم. انت لما تشتغل على شركه كبيره عندها مشاريع كثير كبيره، عندها ستاف كثير كبير، فاكيد مش انت الفريش جراجويت الشخص المناسب اللي يليد او اللي يقوم بعمليه تصميم المشروع سواء في الكونسبت ديزاين، بري كونسبت ديزاين اند او الى اخره. راح يحكوا لك شارك في العمليه، لكن تاكد انه انت عم بنضحك عليك، لا مش انت اللي عم بتصمم. الشغله الثانيه او النقطه الثانيه، انت في شركه كبيره اذا انت دخلت على شركه من الشركات الكبيره فانت داخل كرسام مش أكثر. اللي راح يجيك راح تعمله، انت ما راح تكون لك قرار في البروجكت بشكل او باخر. النقطة الثالثة والنقطة اللي انا بعتبرها كثير مهمة، انه المشاريع راح تكون سكيلها كبير والمدة الزمنية اللي راح تشتغل عليها في هذا البروجكت مدة كثير طويلة. راح تحكي لي طيب ما انا هيك راح استفيد وراح اتعلم كثير في البروجكت، لا، المشكلة انك انت راح تكون بتقوم بتاسك واحد معين خلال المشروع من اوله لاخره، لكن انت راح تقضي لي اياها سنة ولا سنتين تشتغل على نفس التاسك وبنفس الطريقة، فانت مش عم تتحرك من مكانك ومش عم تبني لا في السي في تبعك ولا في الخبرات تبعك ولا في المعلومات الموجودة عندك.